الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في خاتمة كتاب مدارج السالكين ختمه مصنفه وشارحه الهروي وابن القيم، ختماه بالتوحيد، ذلك للتأكيد على أن العبد ما خلق إلا ليوحد الله. والكثير من العبارات والألفاظ والمعاني التي ينمقها الناس إنما الغرض منها أن تصل إلى مرضات الله تعالى. والتوحيد أساس الخلق وأعظم قيمة في الوجود، فالمولود يؤذن له ويسمع لا إله إلا الله، والكافر يدخل الإسلام بالتوحيد وبالشهادة ويختمها أيضا بالشهادة إذا كان مؤمنا موحدا. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقلنا بأن ابن القيم يقول آخر كلامه لأن عند الموت أهوال تطيش العقول وتذهل النفوس، وقل من يقول لا إله إلا الله، والذي يقولها هو الذي ألفها وعهدها وهو موقن بها. لذلك قال ابن القيم من كان موقنا بلا إله إلا الله ختم له بها. فالتوحيد درجة عظيمة وعالية. كتاب مدارج السالكين يدور حول قضية مهمة وقضية أساسية، القضية التي كان الكتاب يدور ويدندن حولها الوصول إلى مرضات الله. وهذا الكلام الكثير الذي قيل الغرض منه أن يترجم على أرض الواقع. الإمام الجنيد رحمه الله تعالى كان من الذين يتكلمون في السلوك والتربية والصلة بالله والأنس بالله والإخبات والإنابة وكذا. رؤية في المنام، قيل له كيف يا جنيد؟ قال طاشت العبارات واضمحلت الرسوم، الكلام المنمق، وما نفعتنا إلا ركعات ركعناها في جوف الليل. يعني خلاصة التوحيد والسلوك والكلام وتهذيب النفس والرقي بها نحو الكمالات، هذا هو كتاب مدارج السالكين. لذلك كان ابن القيم رحمه الله يقول في كتابه القيم الفوائد، يقول الوصول إلى المطلوب لا يكون إلا بهجر العوائد وقطع العلائق. هجر العوائد، ما هي العوائد؟ قال العوائد السكون والراحة والدعاء وما ألفه الناس من أنماط الحياة حتى صار عند بعضهم بمثابة الشرع المنزل. في أشياء الناس بيعملوها هي ما دين، لكن لكثرة ما ألفوها وتوطنت صارت كأنها شنو؟ دين، ومن خالفها كأنما خالف الدين. هذا اسمه هجر شنو؟ العوائد. وقطع العلائق، العلائق كل شيء يتعلق به القلب يقطع. لماذا؟ ابن القيم يقول العلائق عوائق، أي حاجة بتتعلق بها بتعوقك. عوائق، عوائق، تعرف عوائق؟ عوائق من شنو؟ من التعويق والإعاقة. ويقول لك فلان ده ماله؟ معوق. الإعاقة الحقيقية إعاقة الإرادة بالمناسبة. لقينا ناس عميانين بإعاقة علماء، لقينا ناس مكسرين ويدفعوهم بالكرسي، يوقف العالم كله على فتك راع. إسرائيل تغتاله طالع من صلاة الفجر لا يجري ولا يتحرك ومعاق، لكنه يستطيع يحرك الدنيا ويزلزل إسرائيل. معوق ده؟ المعوق منه؟ المعوق الإنسان المعوق إراديا. فبالتالي ابن القيم يقول العلائق عوائق تعيق. قال والذي يعيق العبد من ربه ثلاثة: شرك وبدعة ومعصية، أسوأ من ما فيه.
الشرك يعيقك عن الله، لأنه تجعل لله ندا وهو خلقك متعلقا بغيره، معتقدا النفع والضر في سواه. والبدعة أيضا عوائق. ودار أديكم حاجة غريبة جدا في العالم الإسلامي، تخلف المسلمون، معلش ده كلام شين لكن لابد نقوله، تخلف المسلمون فعكسوا الأمور، جمدوا في الدنيا وابتدعوا في الدين. الدنيا اللي قالون ابتدعوا فيها، الابتداع في الدنيا كيف؟ محمود ولا مذموم؟ محمود. جمدوا في الدنيا واتكلوا على غيرهم في أي شيء، فيما يلبسون وفيما يركبون. شفت الزرارة دي جاي من وين؟ جاي من الصين. وفيما يركبون وفيما ينتعلون. يقول لك ده إيطالي ما في كلام، والله أكلمك. فيما ينتعلون، جمدوا في الدنيا وابتدعوا في شنو؟ في الدين. حوليات ما أنزل الله بها من سلطان، قال لكم أعملوا حولية منه، والله أكلمك. ابتداع في الدين، أذكار وترانيم وهمهمات لا ما أنزل الله بها من سلطان، ويظنون أن هذا دين يعبد به رب العالمين. يقول لك ده دين، بنوا على القبور ودفنوا الموتى في المساجد. ده كل قلك أعملوا منه، عكسوا الأمر، جمدوا في الدنيا وابتدعوا في الدين. والصواب أن يبتدعوا في الدنيا، والابتداع في الدنيا إبداع، إبداع. يبتدعوا في الدنيا وما يجمدوا في الدين، ولكن يقفوا على النصوص، لأن الدين ما فيه جمود أيضا، الدين فيه مرونة. وليس للناس أن يخالفوا الدين خاصة في أمور العبادات، فالوصول إلى المطلوب لا يكون إلا بهجر العوائد وقطع العلائق. كلام يعني ناس ابن القيم ديل كلام جميل، يقول بين العبد وبين الله والجنة قنطرة. أخوان نسمع كلام ده كويس، ده خلاصة مدارج السالكين، التوحيد دي خلاصته. الآن نحن ما كل واحد فينا يدعي التوحيد كويس، والتوحيد كما كرر ابن القيم في المدارج أكثر من مرة، التوحيد فرق بين علمه وحاله. شخص يعلم التوحيد ولكنه لا يعايش التوحيد، فالتوحيد عنده عبارة عن مجموعة من النظريات، ولكنها ليست نظريات ومعان حقيقية يعيشها هو في نفسه. هذه مشكلة. أحكي لكم حاجة غريبة جدا، أمرات الناس البسطة والعامة بيكون عندهم توحيد عجيب. ففي رجل شغال تاجر، كان بيدعو الله يقول شنو، شوف بيقول لي الله شنو، يقول لي يا الله، وشوف نحن أي زول بيسأل الله ما عندنا معه مشكلة، يقول له يا الله رزقي كان في السماء نزل لي في الأرض، وكان عسير يسره، وكان بعيد قربه، وكان قريب يفتح جيبه يقول دخل لي في جيبي ده، عليك الله زود ما نجيب. يا الله رزقي من السماء تنزله ويدخل لي في جيبي ده، يفتح الجيب يقول لي الله يا الله دخل في الجيب ده، ده متأكد انه بيتكلم مع الله ويعلم انه ربنا بيدي، تب دخل لي في جيبي ده، والله زود نجيب لك. فبالتالي بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين، القنطرة دي خطوتين بس. قال خطوة عن النفس وخطوة عن الخلق. خطوة عن النفس، أصلا لا توحيد إلا باضطهاد النفس واحتقارها بين يدي ربها، وكل من في نفسه أنفة وكبرياء وتعالي خالف التوحيد وإن كان من أعبد الناس في ظاهره، لأن الله يريد قلبك، ولأن الله يريد روحك أن تكون صافية وخالصة له سبحانه. بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين، خطوة عن النفس وخطوة عن الخلق. الأولى تتجاوز نفسك، لا تستكين لما تحب، ولا تسترسل مع ما تهوى،
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. كما نهيت نفسك عن الهوى؟ أحيانا النفس تجمح وتشتهي أشياء مباحة، عليك أن تمنعها حتى بعض المباحات أحيانا تربية وتعهدا وتقويما وتأديبا. كيف ستصلح نفسك؟ إخواننا ربنا قال لتسألن يومئذ عن النعيم، أي أكل أكلته بيجيبوا لك يوم القيامة، أي أكل شفت، أي لقمة أكلتها، أي حاجة، الدجاج، القراريص، كله بيجيبوا لك بيردبوا لك كده. قال لك العبد لما يرى طعام الذي أكله وقد جمع كأمثال الجبال، ما أنت بتأكله بحكاية تمشي في الدم وعرق وبتطلع، ربنا بلما كله بجيبه لك يوم القيامة يخدتها لك دي. أنت حس عمرك كم سنة؟ 50 60 30 40؟ مما تولدت بتأكل كم؟ الشيء التقيل خلاص. يراه كأمثال الجبال فيستحيي العبد. لتسألن يومئذ عن النعيم، ولكن الله من كرمه لا يحاسب الناس على ذلك، إنما يسألهم سؤال تعديد وليس سؤال تنديد. سؤال تعديد لإظهار نعمه على عباده، ولكنه لو حاسبهم على ذلك لأدخلهم النار جميعا. فبالتالي تقطع خطوة عن النفس، تتجاوز هذه النفس، تقلل الأكل، الشراب، أشي تكون بتشتهي تخلي، وإلا لن تصلح نفسك ولن تقومها. تقطع خطوة عن النفس وخطوة عن الخلق. لو ما تجاوزت الخلق في التعلق بهم، شوف العقلاء يعاملون الخلق معاملة كريمة ولا يحتاجون إليهم أبدا، يعامل الناس كله معاملة طيبة وما يحتاج إلى زول ولا ينظر إلى شخص. شفت كيف إخواننا؟ يعني للأسف الشديد التعلق بالخلق موجود، التعاون بين الخلق محمود، كون أنا عينك وتعيني ونساعد بعض بغير تكلف هذا مطلوب شرعا، لكن بغير تعلق. يعني كثير من الناس يقول لك يا أخي لو بس الموضوع ده عمل لي فلان، ده عمل لي الموضوع يتم، بس تكلم لي فلان يا أخي الموضوع ما عين فلان. حتى أذكر من اللطائف واحد من اللي بيحضر معانا درس مدارج السالكين، قال لي في واحد دار مني قروش، قال لي ضرب لي كثير وأنا حقيقة كتر علي، ده البشر بالمناسبة، قال لي جاني المرة الأولى ساعدته، المرة الثانية ساعدته، كل مرة جاني موضوع، قال لي تلحني، لما تلحني بقيت أبيت أفتح له الخط. قال البشر كده، البشر بديك ومش يتكلم، يقول جاني فلان وكرهني وعمل لي، قال لي بقيت ما أرد عليه، قال لي ضرب لي 40 مرة 40 مكالمة يضرب أصوأ بيفتر. قال لي لقيته هو بيحضر المدارج، قلت له والله انت داري نجنو 40 مرة سنديك قروش هاي؟ قال لي والله كان سألت الله 40 مرة كان حلا عليك وزادك ذاته. تضرب لي انا 40 مرة وما افتح لك؟ لو سألت الله من الصباح 40 مرة الدائر بدك لي. يا اخي معقول للدرجة دي؟ يقول لك انا الموضوع ده كان رفضوني بنتهي، الرفضون كتار وزول انتهى ما في هراك شنو؟ ما اقول كده؟ يقول لك أنا الموضوع ده كان رفضوني منه، أمشي وين؟ تمشي وين؟ فمشوا في مناكبها. قال أمشي وين؟ قال والله العظيم. يعني أنت الشيء القلبي مهم جدا. يا سلام يا سلام يا سلام. لذلك كان العلامة ابن القيم رحمه الله يقول، شوف الناس اللي ما بيتعلقوا بالدنيا، قال حاجة ابن القيم ده قال حاجة عجيبة جدا، أسمع الكلام ده، قال الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج، صح؟ قال فلا ترضى بالدياثة، ما تكون ديوث عليك. شوف الكلام ده خطير كده، الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج. والله في ناس أسماء طلعت فوق ومسكت الساحة والدراية تكتب والناس يغنوا ليهم، وفجأة تلقى شنو؟ ينهار ويتدهور. الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج فلا ترضى بالدياسة آلامها متولدة من لذاتها. الدنيا آلامة
جاي من اللذات. اللذات شنو؟ لقيت قروش كثيرة، دي اللذات، ده اللي بيجيب الألم ذاته، هذا يأتي بالألم. لماذا؟ لأنك ستخاف من ضياع الثروة، وهذا سبب شنو؟ من أسباب الآلام. ما في راحة. يا سلام، كلام ابن القيم ده كلام متين جدا. طيب، الهروي ختم الدرجة الثالثة من التوحيد بقوله: وأما التوحيد الثالث فهو توحيد اختصه الحق لنفسه واستحقه لقدره وألاح منه لائحة إلى أسرار طائفة من أهل صفوته وأخرسهم هدى عن نعته وأعجزهم عن بثه. هذا الكلام لا شك فيه نظر. قلنا في الدرس الماضي، اسمع هذا الكلام، كلام الهروي يشعرك أن التوحيد الغاز، وأن التوحيد يعجز العباد عن فهمه. وابن القيم يعارض، يقول: التوحيد أوضح شيء في الدين وأوضح شيء في الدنيا. لماذا؟ لأن جلال الله ولأن قدرة الله باهرة، ولأن البراهين ساطعة على وحدانيته، فبعض ذلك مبثوث في الفطر. الفطرة تدلك على أن الله شنو؟ واحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. التوحيد ليس بهذا التعجيز إخواننا، على الناس إنه ما يتهيبوا الدين. يعني واحد يقول لك: اسمع، أوهك تقرأ القرآن، أبعد القرآن، ده داير ناس شنو؟ أنت مش مسلم؟ أي اللي بيحميك من القرآن شنو؟ بعدين شوف ربنا قال شنو؟ المنهي التعمق، ما تتعمق في القرآن، تفكر في حياتك، الله ما سألك منها، تقرأ القرآن تتعبد ربنا. أشكلت عليك حاجة ترجع للعلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو اقرأ التفاسير، وإلا فإن الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر. أنت تبعدني منه؟ تقول لي القرآن صعب؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ التوحيد ميسر وسهل. طيب، كلام الهروي يقول: توحيد اختصه الله لنفسه. يقول ابن القيم: لكننا نتحدث ليس عن توحيد الله لنفسه، إنما نتحدث عن توحيد العباد له. أما توحيد الله لنفسه فإن هذا لا يدركه إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عظمة ربنا أبانها الرسل وتكلم عنها الأنبياء ونطق بها رب العالمين بكلام مفهوم. الله تكلم عن نفسه، قال: الرحمن على العرش استوى، وكلم الله موسى تكليما: إن الله سميع عليم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. تكلم عن نفسه، كلامه ده واضح المواضح. ابن القيم يقول: لو كان كلامه غير واضح لماذا أنزله للخلق وكلف العبادة على أساس كلامه هذا؟ هو كلام مفهوم ومبين. الله قال مبين: قرآنا عربيا غير ذي عوج، واضح يعني. وقال: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. مبين، بين البينات يا أخي. ربنا قال سماه بالبينات، بالبينات والزبر، بينات. بينات يعني شنو؟ شيء لا لبس ولا غموض فيه. فابن القيم يرد على الهروي يقول له: لا تصور لنا التوحيد كأنه أمر معقد، التوحيد أمر واضح، والدليل كل مولود يولد على الفطرة، فالصغار أعرف الناس بالله تعالى لأن فطرتهم لم تتلوث بعد. يا سلام يا أخي، يعني الخلاف بين ابن القيم وبين الهروي ممتع بالمناسبة، لكن ابن القيم مؤدب، قال: لعله لا يقصد هذا. شوف ورانا، قال: يمكن بيقصد حاجة تانية، تعالوا ورديك الشيء قال بيقصد. قال:
واستحقه لقدره. استحقه لقدره. التوحيد أمر عظيم القدر ونحن نوافق، ولكن ليس أمرا معقدا ولا لغزا محيرا. التوحيد ما لغز إخواننا. أقرأ القرآن ده كله، شوف القرآن ده، وبالمناسبة يعني أواخر الحشر قال شنو؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا مصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. يكلم عن نفسه تقول كلام ناوي تفهم. والشيء الصعب الصعب لا يتيسر لكل الخلق توفيقا. التوحيد من اصطفاء ربنا بيصطفيك تبقى من أهل التوحيد، لكن هو ميسر وواضح الدلالة. لذلك رد ابن القيم عليه هنا قوله أخرسهم عن نعته. أخرسهم عن نعته يعني خلى العباد ما يصفوه. قال ابن القيم هذا ليس صحيح، ولكنه لعله يقصد، وهذه نقطة مهمة، ليس للعباد أن يصفوا الله من تلقاء أنفسهم، وإنما للعباد أن يصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به الرسل، لأن وصف الرسل عن الله من الله. صح. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قال بنزل. لو ما الله قال لي وأنا بنزل ما كان قال. فهذا نعت. لذلك قال الله تعالى سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. أي شخص يصف الله بوصف يخترعه هو من نفسه لله هذا إلحاد، هذا إلحاد. لكننا نصف الله بما وصف بنفسه. ولذلك سألني الكثير من الإخوة قالوا يعني ماذا سوف تبدأ بعد مدارج السالكين؟ قلت لهم سأبدأ شرح أسماء الله تعالى، شرح أسماء الله تعالى الحسنى، لأن هذا هو صميم الدين وصميم التوحيد. متى ما تجردت القلوب عن الخلق وتعلقت بالخالق وعرفت ربها وباريها وعرفت القاهرة فوق العباد ولجأت إليه وسكنت واطمأنت إلى توحيده، عندئذ كل شيء في حياة الناس يستقيم وكل سلوك معوج يصح بعد ذلك. فبالتالي قال وأخرصهم عن شنو؟ عن نعتهم وأعجزهم عن بثه، يعني أعجز أهل التوحيد أن يبثوا التوحيد، وهذا غير صحيح، لأن الله أمرنا أن نحدث الناس عن توحيده. لكن وده ابن القيم رد عليه رد شديد جدا، قال لي يا أخي هل في أفضل في البشر وفي الرسل من الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام؟ قال وهم من أكمل الناس توحيدا، ومع ذلك دعوا الناس إلى التوحيد وأخبروا الناس بهذا التوحيد. في كلام عجيب ذكره الهروي، قال وألاح منه لائحة إلى أسرار طائفة من أهل صفوته. هنا كلمة يقولها أهل السلوك والتربية، وهي من الكلمات الموهمة، يقولون ما عرف الله إلا الله. شنو ما عرف الله إلا شنو؟ إلا الله، بمعنى لن يقدر ويعظم ويثني على الله حق الثناء كما يثني الله على نفسه. وحتى العباد الذين أثنوا على الله وعرفوه إنما عرفوه بتوفيقه، هو الذي وفق العبادة للتوحيد، وإلا فإن بعض العباد عرف الله. لكن لو قصد حق الثناء كما قال عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما، وإلا فإذا الله قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة عباد لما عباد وأولو العلم هؤلاء شهدوا لله، وارتضى الله شهادتهم وجعلها شهادة مرضية وأقامها حجة على العباد على توحيده. ولكن المراد هنا في من, 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 من هذا الكلام الله هو الموحد لنفسه
في قلوب صفوته. الله عز وجل وحد نفسه وجبل قلوب العباد على توحيده، وخص بعض الناس بهداية وتوفيق. وهنا سأنقل لكم نقل عجيب وغريب جدا نقله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كلام لطيف لطيف جدا. طيب، يقول رحمه الله تعالى: سبب الخذلان والحرمان وسبب مجانبة التوفيق من العباد. زول ما موفق، ما بيقدر يقول كلام كويس، ما بيقدر يستقيم، ما موفق، الخير ده ما بيمش عليه. سبب الخذلان والحرمان من النفس ومن طبيعتها. اخوانا الكلام ده كلام عميق عميق وخطير جدا. اسمع هذا الكلام، يقول: خلق الله عز وجل الأرض. الله خلق الأرض، بعضها صالح للنبات وبعضها غير صالح، صح؟ أي واطب يطلع أي حاجة؟ ما في، صح؟ نحن حسا الزيتون بيزرع وين؟ في الشام. يعني خلق الله الأرض أجزاء منها تنبت وأجزاء لا تنبت. خلق الله الشجر، بعضه يثمر وبعضه لا يثمر، شجرة كاملة ما في أي ثمر، وفي شجرة ثمرة يضر ذاته. خلق الله الحشرات، النحل يصفي العسل، والزنبور مثله في اللون والشكل ولكنه لا يصفي شيئا، وطقته ماله برضو حارة، كويس؟ دخله الله ودخله الله. هذا مهيئ للعسل وهذا غير مهيئ للعسل. قال: وكذلك النفس البشرية، خلق الله النفوس والأرواح، منها أرواح ونفوس قابلة لذكره وشكره وتمجيده وتوحيده، ونفوس غير قابلة لذلك، إنما قابلة للغناء والطرب والرقص واللهو والإلحاد والضلال والغواية والانحراف والفساد، وربك يخلق ما يشاء ويختار. والله لكن والله يا إخواننا الكلام ده فعلا أنا واقع عليه تماما. كما أن بعض الأرض تنبت وبعضها لا ينبت، وبعض الشجر يثمر وبعضها لا يثمر، وبعض الحشرات تخرج عسلا وبعضها لا تخرج شيئا، كذلك النفوس خلقها الله عز وجل، والأرواح بعضها قابل لذكره وشكره وعبادته وتوحيده وتمجيده، وبعضها غير قابل لذلك. بعض النفوس قابلة للحجة، فإذا صادفت الحجة أنبتت كالأرض التي إذا صادفت مطرا أنبتت، وبعضها على العناد والإلحاد والضلال والغي ولا ترى أنها في غي. والله يا إخواننا شيء عجيب، يعني أنا أستغرب زول حياته كلها وشلته فنانين يغنوا وفنانات، كويس، وكورة وأندية والقروش. طبعا في ناس ما قاعد يقبلوا كلامي برضو، كويس، فدي شغلته. بس تخيل في ناس الجامع جنبه ما يمشي يصلي في الجامع، راشل المسجد جنبه، حتى يقول لك يا أخي أنا دير أرحل من المحل دي، الناس دير أزعجوني، رايك فيه شو ده؟ بس ده زي الزنبور، ده زنبور ما يطلع أي حاجة. والله فعلا الهداية من الله. وسبب الخذلان راجع إلى النفس. قال ربنا قال عنهم شنو؟ قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. ربنا ما دايروا ذاته، يطلعوا ما بينفعوا ذاته. نسأل الله السلامة والعافية. كلام طبعا خطير في غاية الخطورة. طيب، بعد ذلك الهروي يقول: والذي يشار إليه على ألسنة المشيرين. قال التوحيد الثالث ده الناس ما يقدر يتكلموا عنه، بس يأشر له ويقولوا فيه توحيد ثالث، ولكنهم لا يستطيعوا التعمق فيه. يا إخواننا ما في دين ربنا بنزله والناس ما يتعمقوا فيه، دين بيكون واضح. الدين بيكون شنو؟ تركتكم على المحجة البيضاء، قال عليه الصلاة والسلام: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أمري في غاية الوضوح. الذي يشار إليه على ألسنة المشيرين أنه إسقاط الحدث وإثبات القدم
وعليه أنشد هذه القوافي الثلاث، وهي ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحده. قال ما في زول وحد الله، كيف؟ قتار وحده، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إلا عباد الله شنو؟ المخلصين. كيف ما وحده؟ توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد. توحيد من ينطق عن نعته، قال أي زول بيتكلم عن ربنا دي عارية، العارية الحاجة اللي بيدوك لها بعدين يشلوها منك، سلفة أبطلها الواحد. توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد، يعني أي زول بينعت ربنا ويصف ملحد، هذا كلام غير صحيح. ليه؟ الملحد من؟ وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا شنو؟ طيب، وذر الذين يلحدون في أسمائه، الذين يصفونه بأسماء ليست من أسمائه تعالى وليست من صفاته، لكن لو أن شخصا قال الله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ده ملحد؟ وين الإلحاد؟ نعت الله بما هو أهله، ووصف الله بما وصف به الباري سبحانه وتعالى نفسه، أين الإلحاد هنا؟ طيب، يعني كأنه يقول توحيد الله الحقيقي هو توحيد الله لنفسه، وده كلام طويل كما أسلفنا وذكرنا. طيب، يقول الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه الله نفسه عن الوصف الذي لا يليق، مثل الذين ادعوا لله الصاحبة، أعوذ بالله، والولد، وقالوا يد الله شنو؟ مغلولة. هذا قال عنه المولى عز وجل سبحان الله عما يصفون، وفي أواخر الصفات قال شنو؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، قال وسلام على المرسلين. ليه قال وسلام على المرسلين؟ لأنهم أعظم من نزه الله وأعرف من يتكلم عن الله، عشان ما تقول حتى الرسل ما يتكلموا، لا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما لا يليق من الأوصاف، وشنو؟ وسلام على المرسلين، وبعد ذلك تم كل شيء، لذلك قالوا الحمد لله رب العالمين. يا سلام، كلام جميل، والتوحيد كلام جميل. يقول الهروي ما وحد الله إلا الله، وتوحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد يعني ملحد. ابن القيم قال ولعل الهروي يقصد بهذا الكلام أن الله وفق العباد لتوحيده، وأن كل توحيد من العباد يتكلمون عنه إنما سلف أسلفهم الله إياها ويسترد ذلك منهم، والعباد لولاه لما عرفوه. مر علينا في منزلة المعرفة قول الجنيد رحمه الله لما سئل كيف عرفت الله، قال لولا ربي لما عرفت ربي، هداني إلى معرفته فعرفته، ولو أنه صرف عني ذلك لما عرفته. يا السلام، دار أحكي لكم حاجة عجيبة يا إخوانا، السلف ذيل عندهم شيء عجيب. واحد فيهم أذله السلطان، أذله من؟ السلطان الحاكم، تلتلوا، تعرفوا التلتلة؟ هي من صميم اللغة العربية، تله يتله وتله للجبين، يتل ويتلتله أي يزعجه ويقلقه، كويس؟ يقول لك تلتلنا تلتلة. السلطان اضطهده وأذله، عارف قال شنو؟ يا في ناس ربنا موفق وعندهم توحيد عالي، عارف قال شنو؟
قال لعله لو مكننا الله لطغينا على العباد فأذلنا ببعض العباد حتى نعرفه وننذل له. حاجة عجيب خلاص. هو شيخ عالم كبير يوقفوه في الصف ويذلوا ويضايقوا. قال ما تقولوا كده، انت لو كنت في محله أنت كنت تغير. قال لعله لو مكن لنا لطغينا، فصرف الله عنا التمكين وسلط علينا العباد لنذل له ولنعرفه هو. اخواننا رايك شو في الكلام ده؟ في ناس موفقين في الحياة دي، اي حاجة بيربطوها بالله. واحد تبدأ يمشي ويوقفه في الصف ويقول له ما في، ويذل عسكري شريط ما عنده، مش ضابط، شريط ما عنده، يذل لك ذلة، يطلع ساخط ويسيء وينبذ وما يخلي زول. انت كان الله خلاك في محله كنت بيسوي جنو، انت كنت تبغى، ربنا ما دارت تبغى، دارت تكون ذليل، واحسن لك تكون ذليل. واذا طغيت قد لا تعرف الطريق اليه، ولكنك اذا ذللت واهنت وطهدت عرفت الطريق اليه. يا سلام، كلام جميل. طيب، فبعد ذلك إسقاط الحدث المراد به كل شيء محدث، كل مخلوق سواء كانت ملائكة أو كائنات كلها حدث. حدث يعني شنو؟ محدثة. وإثبات القدم، إثبات القدم قلنا كما قال ابن القيم، قال في الدرجة الثانية قال والإسقاط إما إسقاط وجود، وقال هذا ماله محال، تقول البشر ما موجودين تسقطهم من الوجود لكنهم قاعدين. أنت تتعامل مع الناس، في رئيس وفي وزير وفي مسؤول وفي محلية وفي ناس لجنة شعبية، ولا داير أمضلي ورقة أقول ما في لجنة شعبية ولا حاجة تمشي تمضاها. فيبقى البشر في إسقاط الوجود محال. وإسقاط الشهود ليس بكمال. إسقاط الشهود يعني شنو؟ يقول لك تعمل العمل وما تقول أنا عملت العمل ده، أو بينك وبين نفسك ما تعرف أنك أنت عملته، لكن أنا عملته. قال ابن القيم لعله يقصد بإسقاط الحدث إسقاط القصود، يعني ألا تقصد البشر وألا تقصد كل محدث، وأن يكون قصدك للأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. طيب، قلنا خلاصة التوحيد عند الهروي إسقاط الحدث وإثبات القدم. إسقاط الحدث في الوجود محال لأن البشر مالون قاعدين، وإسقاط الحدث في الشهود ليس بكمال، وإسقاط الحدث في القصود والإرادات هو الكمال، وهذه عبودية، أن لا تريد بعملك إلا الله، وأن تكون معايشا للناس ملازما للخلق محسنا إليهم، تتقي الله فيهم وأنت لا تحتاج إليهم أبدا. يا إخواننا، أسأل الله جميعكم أن لا يحوجنا إلى أحد من خلقه ليذلنا. يعني الإمام أحمد رحمه الله سأل حاتم الأصم، قال له يا حاتم كيف السبيل لكسب الناس؟ أنا دار أكسب الناس، أكسبهم كيف؟ قال له أن تحسن إليهم وتعطيهم، وأن لا تأخذ منهم ولا تكلفهم، تديهم وما تشيل منهم حاجة، أن تحسن إليهم وتعطيهم، وأن لا تأخذ منهم ولا تكلفهم، وأن تمسك لسانك عن عوراتهم وأعراضهم، وأن تصبر على أذاهم في أعراضك وفي عوراتك. ما تتكلم فيهم، وكان يتكلموا ما تزعل وتكون معاهم عادي. قال الإمام أحمد لحاتم وهل هذا مقدور؟
قال أما وإنك لو قدرته لما استطعت أن تكسبه. كان قدرت تقدر كده يا إخواننا الخلق ده، بس أنت تتعامل مع الخلق في مقام الوجود. إخواننا في ولا ما في الناس ننكر ولا ما ننكر؟ الهروي بيقول تعتبر الكون ده ما فوق زول. كيف نعتبر ما في زول؟ لكن يا أخي نحن دايرين نشتري من البقالة ونمشي السوق ونوقف بتاع الركشة ونأجر أمجاد ونركب الهايس ونسافر بالطيارة وتمشي يختموا ليك يدقوا ليك خروج. ده كله يعني الزول ينسى؟ ما تنسى. البشر في تعامله، تعاملهم بالدين. وهذا معنى قول بعض السلف كابن مسعود وغيره: إنا لن نكافئ من عصى الله فينا بأفضل من أن نطيع الله فيه. نكافئ من عصى الله فينا بأن نطيع الله. شنو عندك أرحام قاطعوك معصية، انك تعمل شنو؟ تصلهم، تطيع الله فيهم. التجرد صعب جدا بالمناسبة. والله يا إخواننا النفس البشرية دي فعلا شائكة وعجيبة. طيب يقول هذا معنى التوحيد. داير أختم الجزئية دي بمقولة ذكرها ابن القيم أيضا في غير هذا الكتاب، يقول رحمه الله، اسمع إلى هذا الكلام: طوبى لمن أنصف ربه من نفسه. الكلام ده خطير. طوبى لمن أنصف ربه شنو؟ من نفسه. يعني يقول لك خليك منصف، تدي أي زول شنو حقه ده في البشر، تخليك منصف مع ربنا، تدي ربنا حقه وتديها من منه؟ من نفسك. طيب كيف أنصف الله من نفسي؟ أن يقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله والعيوب في نفسه. ثلاثة حاجات: تقر لله بأنك جاهل، ما تقول أنا عندي علم. طب في ناس بقولوا عندي علم ولو سألت بيقول لك نحن جهلة، لكنه في السلوك بيلزمك تعامل معاملة إنه هو عالم، وكان قصرت معاه يضايق يدور يموت. انت ما تقول انا عالم عديد، افتح خشمك تقول انا عالم وعاملني معاملة العلماء، تسأله تقول لي تعالم. يعني بعض الناس، شوف يا اخواننا خاصة الدعاة الشغالين في العمل الدعوي، بيتكلموا ويوضحوا ويصبروا ويناقشوا ويناظروا ويردوا ويبينوا ويصيحوا ويسافروا، اعتاد من الناس المدح، ولذلك الذم يزعجه ويتعبه تعبا شديدا. هذه شعبة من عبادة النفس والركون إليها، شعبة من عبادة النفس. كويس؟ تقول أخي تخليتهم مالك؟ يقول لك ما بيحترموا العلماء الناس دي، شاكلوني وسمعوني كلام فارغ، ده ما بيحترموا العلماء، أنا أشوف لي ناس ثانيين يحترموا العلماء. ومرات بيجيب سمحة يقول لك ما بيحترموا العلم اللي بنعلمه ليكم، ما بقول لك العلماء. أنت بتعبد نفسك ولا شنو؟ أشوف الكلام ده: طوبى لمن أنصف ربه من نفسه، أقر له بالجهل في علمه وبالآفات في عمله. عملك فيه آفات، فيه رياء، فيه سمعة، فيه عدم خشوع، فيه تقصير، فيه ذهول. والله يا إخواننا اتلطف علينا رب العالمين. والله نحن الواحد كان نظر إلى ما يستقبله من أشياء. إخواننا في دابة حتتكلم، في دجال جاي، في مسيح حينزل، في دخان حيطلع، في قوم حيطلع يأجوج ومأجوج، في شمس حتخرج من مغربها، ستخرج الشمس من مغربها، في أهوال وقيام ربنا حيقوم. والله نحن الواحد فينا عمله اللي بيعمل فيه الآن ده لا ينجي. لسنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، مش كثيرا، لسنا إلا من رحم الله من الذاكرين الله. خلي كثيرا، كثيرا دي خليها الذاكرين بس ما قدرنا عليها. يعني لسنا من أهل الليل، ولسنا من أهل الصيام، ولسنا من أهل الجهاد والموت في سبيل الله. فبالتالي يتلطف علينا رب العباد وبالعيوب، وأن يقر له بالعيوب في نفسه. تقول أن نفسي دي كلها مليانة عيوب، والله عيوب ونقائص وآفات.
طيب بعدها قال الهروي وختم بذلك قال وإلى هذا التوحيد شخص أهل الرياضة وأرباب الأحوال أي تطلعت القلوب إليه وإليه قصد أهل التعظيم كويس وإياه عن المتكلمون في عين الجمع وعليه تصطلم تصطلم معناه تضطرب وتختلط الإشارات ثم لم ينطق عنه لسان ولم تشر إليه عبارة ابن القيم انزعج جدا قال لشنو قال لي يا الله العجب ما هذا السر الذي ما تكلم الله به ولا أشار إليه رسله ولا نالته إشارة ولا قامت به عبارة ولا تعاطاه سبب قال ديات توحيدة التوحيد أوضح من ذلك وبدأ يرد على الهروي في هذا الكلام طيب ختم ابن القيم رحمه الله الكتاب خاتمة بديعة شفتوا يا إخواننا خاتمة مدارج السالكين تربية تربية شوف الختام ذا ختم الكتاب آخر شيء ختم به قال شنو أول حاجة ختم بآية عجيبة لكن قبل الآية قال كلام عجيب قال فنختم الكتاب بهذه الآية حامدين الله مثنين عليه بما هو أهله وبما أثنى به على نفسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال يعني الخاتمة دي براها درس درس مختصر وعملي قال نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمته وأن يوفقنا لأداء حقه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجعل ما قصدنا له في هذا الكتاب وفي غيره خالصا لوجهه الكريم ونصيحة لعباده يا أيها القارئ لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه والله غيرت ابن القيم ذا ابن القيم ذا عجيب قال يا أيها القارئ يا أيها القارئ يعني بقرأ الكتاب ذا لك غنمه تستفيد منه وتغنم بالأشياء الفيه وعلي غرمه كل خطأ فيه سأحاسب بين يدي ربي عليه لك غنمه غنمه غنم الغنيمة والغنائم وعلي غرمه الغرامة الغرم بالغين لك غنمه وعلى مؤلفه شنو غرمه يا سلام قال لك ثمرته وعلي تبعته انت تستفيد من الاشياء السمحه فيه والاشياء اللي انا اخطات فيها الله بيسالني منها وعلي تبعته ونحن نسال الله تعالى ان يتجاوز عن ابن القيم وعن الهروي وعنا في شرحنا اذا تجاوزنا طيب قال الدرس الثاني الدرس الأول التذلل والتواضع الشديد بعدين إخوانا شوفوا التواضع لا قيمة له ما لم يكن تواضعا تلقائيا أي تواضع متكلف ظاهر الدرس الثاني قال شنو قال فما وجدت فيه من صواب وحق فاقبله ولا تلتفت إلى قائله بل انظر إلى ما قال لا إلى من قال دي قاعدة في التربية برضو تعاين لما قال وليس من قال ما تقول الكلام ده قاله فلان وانت قد تكون عندك معه حساسية في ناس بما يسمع تقول له ابن القيم يقول لك لا 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 ده ما بينفعه معنا تقول له فلان الفلاني يقول لك ما بينفعه معنا يا أخي الحق اقبله ولو كان من الشيطان الرسول قال لي أبي هريرة صدقك وهو كذوب الشيطان قال لي أبو هريرة آية الكرسي بتحفظ من الشيطان وأبو هريرة ما كان عارف ده الشيطان مثلا قال رسول الله يا خنا الأغاني وكذا كذا الثلاثة يوم الحديث المشهور قال له أتعرف من كنت تكلم يا أبا هريرة قال ذاك إبليس صدقك وهو كذوب يؤخذ الحق من أي شخص يا سلام قال فما وجدت فيه من صواب فاقبله ولا تلتفت إلى قائله بل انظر إلى ما قال لا إلى من قال
قد ذم الله عز وجل من يرد الحق إذا جاءه ممن يبغضه. يا سلام، في زول بيكون بكره زول كويس. هسا أقول لك حاجة، المسلمين خليهم، لو واحد من الكفار الآن قال كلام والكلام ده صحيح، نقول غلط ولا نقول صحيح؟ بلقيس قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ربنا قال شنو؟ فذلك يفعلون. أقرها على كلامها لأنه حق بغض النظر عن ممن جاء، وهذه قاعدة شرعية. الحكمة ضالة المؤمن، هو أولى بها. أي زول يقول لك كلام، ما تقول ده فلان الفلاني وزول بغيط وزول كده، لا أسمع الكلام ده. قال قال بعض الصحابة اقبل الحق ممن قاله وإن كان بغيضا، ورد الباطل على من قاله وإن كان حبيبا. لكن ده دا داير تجرد يا إخواننا، ده دا داير تجرد شديد إخواننا. والله أنا أستغرب في ناس ما قادرين يخرجوا أنفسهم من إطار الشهوات. رق الشهوات سيء جدا. يستمعون إلى الأغاني كويس، وينظرون إلى الصور الخليعة والأفلام الرديئة المخلة بالآداب. والغريب الناس بينزلوها بأسماء غريبة جدا، يعني تلقاهم منزلين فيلم خليع، يكتب عليه شنو كويس، يكتب عليه أي حاجة، قرآن كريم، عشان بيكتب عليه كده في الشاشة. أنت تقول كده نسمع القرآن الكريم ده، تدوس تفتح القرآن الكريم تلقى مصايب. أنت خاف الله أنت؟ أغرب حاجة، ما عارف كان ده صحيح ولا ما صحيح، اتصلت بي قلت لي زوجي في الجهاز بتاعه منزل الحاجات دي وبيتفرج. قامت شاكلته، قلت لي يا راجل عيب، استحي، اختشي. ولا الاختشوا ماتوا، الاختشوا ماتوا اللي قالوا شنو؟ اختشي شاكلته، عارف قال لها شنو؟ قال لها ليه ماله؟ الشيء ده حلال لأنه في التلفزيون، لو كان في العلانية كده ما بجوز، لكن في التلفزيون بجوز. قال لها دي مصورة، قال لها ما في حد عليك الله، ده ما داير دق. يا أخي أنت بتثار ولا ما بتثار؟ فتنة ولا ما فتنة؟ عورات ولا ما عورات؟ كيف يباح لك أن تنظر إليها؟ وقل للمؤمنين يغضوا من أبصاري، وقس على ذلك. كويس، الإنسان قلبه ده ما زالت فيه بقايا حب الغنى، مرة يقول لك يا شيخنا خلينا نسمع لنا حاجة كده يعني هناي. إخوانا تدير تجرد شديد. قال ابن القيم وما وجدت فيه من خطأ فإن قائله لم يألو جهد الإصابة، يعني اجتهدت أجيب الصواب. قال ويأبى الله إلا أن ينفرد بالكمال، وأورد بيت الشعر والنقص في أصل الطبيعة كامن، فبنوا الطبيعة نقصهم لا يجحدوا. قال يا أخي أنا يا إخواننا كيف يعصم من الخطأ من خلق ظلوما جهولا. يا سلام، ختم الكتاب آخر حاجة بنصيحة. الكتاب كان عن شنو؟ عن السلوك والتربية. قال رحمه الله وعلى المتكلم في هذا الباب أن يكون مصدر كلامه عن العلم بالحق، وأن تكون غايته النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولإخوانه المسلمين. وإن جعل الحق تبعا للهوى فسد القلب والعمل والحال والطريق، فإن الله يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قال دي قاعدة في السلوك والتربية. قال تتبقى زول مربى تمام، تجعل هواك تابع للحق، ما تجعل الحق تابع لهواك. بعد ده قال أختم، قال بقول الله تعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالكم لنا أعمالنا ولكم
أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والحمد لله رب العالمين. يا سلام، كتاب مدارج السالكين استمتعنا بصحبته، ونحن نختم بقولنا: اللهم هذا جهدنا وهذا سعينا، فيه من الخلل وفيه من الزلل وفيه من التقصير وفيه من سوء العبارة ما هو أليق بعقولنا وبأفهامنا. اللهم إن العامل يوم أن يتم العمل فإنه يؤتى أجرته. اللهم قد أتممنا كتابا من كتب السلوك والتربية، نريد الأجر منك عتقا من النار وفوزا بالجنة. الزول لما ينتهي من الشغل بيعمل شنو بعد ما يسلم ويشطب؟ بدي حقه. نحن شطبنا، لكن تشطيبنا ده فيه تقصير كثير، لكن تكلاننا على الله كبير وثقتنا فيه عظيمة. أحمد الله أولا وآخرا الذي وفق وأعان. والله يا إخوان أنا لم أبذل شيء، وجدت كتاب كتبه العلماء وشرحه فطاحلة، جلست إليه وجعلت أنقل ما فيه للناس فقط. فنسأل الله أن يؤجرنا جميعا الهروي وابن القيم ونحن معهم بمن الله وكرمه وجوده. والحمد لله رب العالمين الذي أتم علينا وأسبغ علينا أن أتممنا هذا الكتاب. يوم أن يتم الواحد عمل وينجز عمل من الأعمال يفرح وينشرح ويرجو بعد ذلك أجرا وثوابا. نريد الأجر من الله، نقول أكملنا الكتاب فأتم علينا أجرك يا رب العالمين بما هو أليق بك وبجلالك وبكرمك وغناك وبجودك وإحسانك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.